بيكم في حلقة جديدة من برنامج سبوت لايت. النهاردة مصر كلها بتحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر. كل سنة وحضراتكم طيبين، وطبعا في أعمال فنية كتيرة وثقت ذكريات النصر وبطولات قواتنا المسلحة، والأعمال دي ارتبطنا بيها سواء كانت أغاني أو أفلام أو مسلسلات، زي رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، وأغاني زي بسم الله ويا حبيبتي يا مصر. وورا كل الأعمال العظيمة دي في حكايات وكواليس كتيرة هنعرفها في حلقتنا النهاردة. ودلوقتي تعالوا نعرف كواليس واحد من أشهر الأفلام اللي اتكلمت عن نصر أكتوبر المجيد، وهو فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، اللي شارك فيها عدد كبير من النجوم زي النجم الراحل محمود ياسين والنجم حسين فهمي والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، وكمان نجوم كتيرة ورا الكاميرا، منهم واحد من أشهر مصممي الديكور والإكسسوارات، وهو الأستاذ عباس صابر، واللي هنعرف منه كواليس كتير عن تحضيرات الفيلم وذكرياته مع أبطال الفيلم. يلا بينا نشوف لقاءنا الخاص جدا والحصري مع أستاذ عباس صابر. لو اتكلمنا على المواقف اللي مثلا حصلت لنا في الرصاصة، إن في دلوقتي أذكر الشباب والإخوان اللي أصغر مني، لو زار المتحف الحربي في القلعة هيلاقي أول ما يخش على إيده الشمال في مدفع سوري اسمه أبو جاموس. أبو جاموس ده كان 120 بيسموه، وكانت الطلقة مثلا بتتشال على ونش عشان يحطها في فم الماسورة عشان يعمر، كان بسبية عشان تترفع الطلقة، فشوف ضخامة الطلقة دي بتروح فين وتعمل إيه. ده واحد. اما رحنا نصور فكان حطينا كاميرات، كان في زمان كاميرا اسمها اريفريكس كانت للحاجات الخارجي، فحطينا كاميرا مثلا يمين المدفع على بعد مثلا 2 كيلو عشان ناخد النت بتاع فم الماسورة وهو بيطلق الطلقة دي، وعينك ما تشوف الا النور. المصور والمجانست والكاميرا راحوا على بعد مثلا 50 متر من رد فعل الصدى بتاع المدفع. قيس بقى مواقف زي دي كتير قوي حصلت للي كانوا بيحاربوا. احنا رايحين نمثل اللي جرى في حرب 6 اكتوبر العظيمه، ونقول عظيمه وناكد عليها، او نقول ما زالت الرصاصه في جيبي، انا بقول ما زال الاكسسوار عايش عندي لحد دلوقتي. مثلا نشوف جاكيت النجاه اللي كان بيلبسه الجندي المصري اللي بيعبر من عندنا ويعدي الصف الثاني، قد ايه كان شايل. كنا بنعمل قنابل هوائيه، بمعنى ان مثلا في دبابه وبنعمل لها الدبابه دي، بنصور انسرتات مثلا من الطيران بيضرب عليها، وفي الحاله اللي بيضرب عليها الطيران بنعمل رد فعله على الهواء، فالدبابه مفروض تعدي على الانفجار وتعمل كاشه دخان على اساس ان وتقطع سريع فيها عشان ما تلاقيش الا بعد كده في الشوط الثاني نار ولعه اكن الدبابه. فكنا نعمل مثلا بومب في الارض، بنجيب كومبريسر هواء وفي سرنايت بيتفتح نملى بيه الخزان مثلا 100 كيلو الهواء ويدفن في الارض، ومن بره البتاع اول ما الدبابه تعدي على الافيه اللي مفروض الطلقه جت من السماء او رد فعل مدفع، ونضرب بيه. مثلا زميل واكبر مني شويه اللي هو عم سوقي محمود، اللي كان خبير الافكت في مصر من الخواجات، واحنا اتعلمنا منه الشغل دون، وكان تملي عيني يتلسع من المواقف دي، بيتلسع نتيجه حسبان نقص شويه في التقدير، تلاقي رد فعله يرجع على ناس فيتمنى ان الحاجه دي ترجع له هو. فدي كانت قوة المعلم اللي بيشبع صبيه ان يعمل افهات جميلة. الذخيرة الافكت كلها حاجات سبيشال
ملهاش ضرر، كل اللي كان بيطلع على اي حد من مدفع تقيل او بندقية خفيفة كان هوا كله يديك الإفيه اللي انت، احنا بنعمل الضربة ورد فعل الضربة، يعني الحيطة بنعملها فيوزة والبندقية تطلع الشكل فيديك رد الفعل متساوي مع اللي في الحيطة. خلص لقائنا مع أستاذ عباس صابر، لكن لسه حلقتنا مستمرة مع حضراتكم. هستأذنكم هنطلع لبريك إعلاني وهنرجع تاني نكمل باقي حلقتنا الخاصة جدا والحصرية عن احتفالات نصر أكتوبر المجيد. ودلوقتي عندنا لقاء خاص مع واحد من نجوم مسلسل رأفت الهجان، ولا قدم دور مهم جدا في حياة رأفت الهجان الشخصية، وهو النجم الكبير صبري عبد المنعم اللي قابلناه وفتح لنا قلبه وحكينا عن كواليس كتيرة عن المسلسل وعن الأعمال المسرحية اللي قدمها عن نصر أكتوبر. قلب على يعني على انتصار مصر على العدو التقليدي بتاعها اللي هو الصهيونية، انتصارات متتابعة ومتتالية، يعني شفنا ناس كتير قوي اتزرعت جوه هناك وحققوا انتصارات، لكن أكبر حاجة اتحققت يعني أو من الحاجات اللي كانت منورة قوي يعني كان في الصعود في بئر سابع وكان في كذا عمل تقدمه، لكن رأفت الهجان كان له صدى لأن كان رأفت الهجان بيتكلم بصيغة اجتماعية سياسية مخابراتية، يعني في مازج حاجات كتيرة قوي كده توليفة جوه بعضها، عشان كده فضل عايش لغاية النهاردة ومحقق نجاح عند الناس لأنه لامس حاجات كتير قوي جوه المجتمع المصري وحاجات جوه المجتمع اليهودي ما كناش نعرفها، يعني تنور لنا على مناطق كتيرة احنا ما كناش نعرفها. كل واحد أدى في العمل ده دور، يعني حس ان هو كان برضو مشارك في النصر، في نصر اكتوبر وفي نصر مصر على كلها. العمل ده مر بمراحل كتيره قوي، يعني كان في حد بدا الاستاذ محمود، الاستاذ عادل امام كان بدا الاستاذ محمود عبد العزيز، وبعدين بعد فتره كده يعني بروفتين ثلاثه كده استاذ عادل حضر، وبعدين لقيناه مش موجود، ولقيناه بعدها بيومين ثلاثه الاستاذ محمود عبد العزيز شرف. الحقيقه محمود عبد العزيز عمل دور من ادوار عمره، يعني قدر يتلون، يعني في لحظه لما جت سيرينا بتقول له ان مصر انتصرت ومش عارف ايه، فمش عارف يعمل ايه، يعيط ولا يضحك ولا يعمل ايه، دي لحظه من اللحظات المبهره في فن الاداء التمثيلي لدى الاستاذ محمود عبد العزيز. كل واحد كان حاسس ان هو بيأدي دور في معركه، مش دور في مسلسل او دور في تمثيليه هياخد فلوسه في الاخر، يعني لا، انت بتعمل واجب وطني تجاه وطنك وبتتكلم عن وطنك بشكل اخر غير المقاله غير الخطبه. كانت كتير قوي، كانت المواصلات بتقف، المحلات بتقف، الشوارع بتقف وقت إذاعتها. رأفت الهجان من آخر المسلسلات اللي حققت هذا الطقس، إن المواصلات توقف والدنيا تتوقف لغاية ما يخلص عرضها. اتحكى لي إنه في لندن كانوا بيحجزوا، الناس كانوا يحجزوا الشرايط عشان كانت بتوصل بالطيارة، لأن ما كانش فيه بقى وسائل، ما فيش النت والحاجات دي دلوقتي، ممكن على الهواء دلوقتي بتشوف الرئيس الأمريكي أو أي رئيس في العالم، يعني بتشوف على تلفزيون مباشر دلوقتي، يعني إنما عشان يروح إنجلترا الشريط لازم يسافر الأول، يروح للرقابة وبعدين يروح المطار يتراجع وبعدين يروح على إنجلترا. الناس بتوقف طوابير في الشارع وفي المطرة وفي البرد علشان يحصلوا على نسخة من الرواية. كان احترنا مين اللي يعمل الدور اللي جاي يبلغ الاستاذ محمد رفيق، احترنا في الدور ده. كلمنا ممثل كبير في المسرح القومي، فمراته قالت يعني بتتكلموا امتى يعني بعد ما مات؟ كان فنان كبير جدا جدا الاستاذ مراد سليمان، فقعدنا في حيص بيص في الماء عشان مين اللي ممكن يجي يعمل الدور ده، لغايه ما تفتح ذهن الاستاذ يحيى العالمي من كتر مشاهداته لينا في المسرح وهنا 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 وهنا. يعني لقى الاستاذ مرسى عباس رحمه الله عليه من انسب الناس اللي ممكن تعمل هذا الدور، وفعلا اداه على اكمل وجه. جبناه يعني
يعني الراجل جه حافظ راح قال الكلام عماد رفيق في نادي هليوبوليس، بس خفت اقرب منه، خفت اكلمه علشان انا بنيت صوره غير الصوره اللي انا شفتها على حضرته. يعني انا بنيت صوره من الكلام من النص اللي جالي، من السكريبت اللي جالي يعني، فخفت اقرب منه علشان انما شفت ملامحه كده من بعيد. حد كان طيب جدا جدا جدا، ومفيش حد في القوات المسلحه مش طيب، كلهم طيبين وناس محترمين خالص، وأدوا واجبهم على أكمل وجه. الناس اللي محترمين خالص خالص زي كل الأفاضل اللي احنا بنشتغل معهم. هي كانت زميلتي في المعهد، كنت أنا مسابقها بسنة، هي دفعة 72 وأنا دفعة 71، واشتغلنا مع بعض أعمال كتيرة قوي داخل مصر وخارج مصر. ست محترمة وما زالت محتفظة بنجوميتها لحد النهاردة، حتى بعد تواريها عن الساحة لحظة. يعني شوية بيعيش انتصارات كل يوم، انتصارات على الحياة وانتصارات على الواقع وانتصارات على 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 على, على كل شيء بيقابله. فالشعب المصري عايش في نصر على طول، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. يوم العبور العظيم يعني حضرت فترة النكسة، ودي مصر كانت يعني ساعتها كانت مظلمة، إنما بفضل اللي كان بيحصل إعادة بناء الجيش المصري، وبعدين جت الضربة الكبيرة في 6 أكتوبر 73، ما كناش مصدقين إن إحنا عبرنا، وما كناش مصدقين حاجات كتير قوي للفترة الطويلة اللي حصل فيها الإعداد، لأن برضو أنت كنت بتواجه عدو شرس، نوع يعني شرس بشكل غير عادي. ففترة الإعداد طولت شوية والناس ما كانتش مستحملة، لكن برضو الناس تحملت، لأن كل يوم برضو الناس لازم تحقق انتصار، وحرب الاستنزاف طولت، لكن برضو كان لابد منها. وبعدين في النهاية تم النصر العظيم يوم 6 أكتوبر 73. في اليوم ده احنا ما كناش مصدقين ان ده حصل. كنت انا متعين لسه جديد في الثقافة الجماهيرية قبل ما اتنقل لمسرح الطبيعة، فعلى طول كان في الأستاذ محمد سالم المخرج الكبير، كنت انا وسامي والمرحوم سامي فهمي ومجموعة من الفنانين كانوا في بداية الطريق بتاعتهم، لقينا في نص جاهز بيتكلم على الانتصارات ويتكلم على العبور، فروحنا عاملينه في خلال 4 5 أيام، طلع عرض بعنوان تحيا مصر، وكان بإشراف الأستاذ عبد الرحمن شافعي رحمة الله عليه، وألحان أعتقد الأستاذ علي سعد. والعرض اتقدم في يعني في 6 7 أيام، كنا لقينا نفسنا بنعمل عرض لمدة ساعة، ساعة ونص، أغاني ورقص وتمثيل وكل حاجة، ساعة ونص في حوالي 6 7 أيام. ده برضه كان نوع من أنواع الانتصار على الواقع، إنك أنت تقدر تحقق. السنة اللي بعديها على طول الدكتور سناء شافعي عمل لنا عرض اسمه سقوط بارليف، كان في بيضرب بقى مجموعة من كل الفنانين اللي انت حضرتك تشوفهم في فترة السبعينات والثمانينات اللي موجودين منهم لغاية النهاردة او اللي رحلوا عننا. كان في فاروق الفيشاوي، مصطفى حشيش، انا، عادي صادق، سمير حسني، سمايل الفي، مجموعة كبيرة قوي يعني، برضو الذاكرة تخني شوية من 74 لحد الوقت يعني، اللي دول اللي انا فاكرهم من الاسماء. كان اخراج الدكتور سناء شافع. بعد كده عملنا عرض اسمه حراس الحياة في مسرح الطليعة، ده كان اخراج الراحل الاستاذ احمد عبد الحليم، وبطولة الاستاذ صلاح قبيل والاستاذ عبد الرحيم الزرقاني ومدام مديحة حمدي اعتقد يعني، وكان في ناس كتير قوي العرض ده، واستمر وحقق نجاح. كان تأليف الاذاعي الكبير محمد الشناوي رحمة الله عليه. دول الثلاث عروض اللي قدمناهم يعني اللي قدرنا نساهم بيهم في تتويج. مسلسل رأفت الهجان حصلت في كواليسه حكايات كتيرة، أولها إن اللي كان مرشح لدور البطولة الزعيم عادل إمام، واللي كان قدم قبلها بسنتين مسلسل دموع في عيون وقحة وحقق نجاح كبير جدا، لكن هو كان ليه رؤية مختلفة عن رؤية الكاتب الكبير صالح مرسي مؤلف المسلسل. وبعد ما اعتذر الزعيم عادل إمام عن الشخصية، اختار المخرج يحيى العلمي محمود عبد العزيز لبطولة مسلسل رأفت الهجان. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا الخاصة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، وحكايتنا من كواليس أهم الأعمال اللي وثقت لحظات النصر. والمرة دي حكايتنا من كواليس استوديو 46 في مبنى الإذاعة والتلفزيون. وطبعا الاستوديو ده كان شاهد على ميلاد أغاني وطنية كتيرة بتعتبر من أهم أيقونات الاحتفال بنصر أكتوبر، ومن الأغاني العظيمة دي هي أغنية بسم الله، واللي حصل في كواليسها حكاية جميلة جدا. وبطل حكاية وكواليس أغنية بسم الله هو الموسيقار الراحل بليغ حمدي.
اللي قرر يوم 6 أكتوبر أنه ياخد النجمة وردة ومعاهم الشاعر عبد الرحيم منصور ويروحوا على طول على مبنى الإذاعة والتلفزيون عشان يسجل أغنية الاحتفال بالنصر. وطبعاً عشان البلد كانت بتمر بظروف الحرب اتمنع أنه يدخل التلفزيون، لكنه ما استسلمش وأصر أنه يدخل، وفعلاً بعد محاولات كتيرة دخل استوديو 46 واللي بدأت منه الحكاية. بعد ما دخل الموسيقار بركي حمدي والنجمة وردة للاستوديو، المسؤولين بلغوهم ان مفيش ميزانية متاحة لإنتاج أغاني في الفترة دي عشان ظروف الحرب، لكن هو على طول وبدون أي تردد قرر بركي حمدي انه يتبرع بأجره وأجر الفنانة وردة وانه يتحمل كل مصاريف الأغنية علشان يغني لبلده ويحتفل بالنصر العظيم. وفعلا سجل الأغنية واللي اتذاعت بعد بيان النصر بساعات. مش بس كده، لكنه كمان سجل أغنية جديدة وهي أغنية على الربابة. دي كانت حلقتنا النهاردة الخاصة جدا والحصرية للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما متجمعين على شاشة صدى البلد، وطبعا تقدروا تشوفونا على اليوتيوب وكمان على الجروب الخاص ببرنامج على الفيسبوك. واستنوني ناشرين سرمان في نفس الميعاد الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وسبوت لايت. تشاو.